بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في الجديد. النهاردة بإذن الله الشباب هنستكمل مع بعض سلسلة المراجعة على الشرح السابق اللي شرحناه مع بعض في العام الماضي. العام الماضي شرحنا منهج كامل، بإذن الله هحطلكم الرابط بتاع الشرح كامل في صندوق الوصف. هنعمل مراجعة سريعة بإذن الله مع بعض من كتاب التفوق، ونشوف مع بعض بعض الجزئيات اللي ممكن تكون مضافة عندنا في قلب الكتاب. نشرح بعض الجزئيات اللي محتاجة تفصيل زيادة، النقاط اللي كان فيها خلاف في العام الماضي من بعض المدرسين. هنوضح كل الجزئيات دي إن شاء الله مع بعض اللي في الفيديو ده. أتمنى تكونوا مركزين معايا. نيجي مع بعض عندنا بالنسبة لدرسنا الشباب بنتكلم فيه عن الدعامة في الإنسان. طبعا احنا في الحصة اللي فاتت اتكلمنا مع بعض عن الدعامة في النبات، وعرفنا ان كان في دعامة فيسيولوجية وتركيبية، وعرفنا الفرق ما بين الاتنين. النهاردة هنتكلم عن الدعامة في الإنسان، والدعامة في الإنسان بتتكلم عن الجهاز الهيكلي. تمام، طيب لو كان الجهاز الهيكلي هنلاقي الجهاز الهيكلي ليه عدة وظائف. عدة وظائف هنيجي نبص. أول حاجة تدعيم الجسم، حماية بعض الأعضاء. تدعيم الجسم يعني احنا مثلا شلنا الجهاز الهيكلي من جسم الإنسان هيبقى عبارة عن لحم وجلد، تمام، فبالتالي مفيش اي تنسيق، مفيش اي ربط ما بين الاعضاء، هيبقى جسم هلامي، تمام. لكن وجود الدعامه في قلب الجسم حددت لي شكل الجسم. حمايه بعض الاعضاء زي ما احنا بنشوف الجمجمه بتحمي عندنا الدماغ، والقف الصدري بيحمي القلب والرئتين، نخاع العظام موجود حتى عندنا في العظام من الداخل، بيبقى ليه وظائف زي انتاج خلايا الدم بانواعها. يعطي الانسان الشكل المميز. الجمجمه بتاعتنا كلنا عندنا نفس الجمجمه، لكن تفاصيل الجمجمه ورسمه الجمجمه بتغير من ملامح الوجه، تمام، فبالتالي بيفرق الاشخاص عن بعض البعض. يسهم في عمليات الحركه لان احنا عرفنا ان هو بيتصل بالعضلات، تمام، وفي نفس الوقت الاطراف بتاعتنا سواء العلويه او السفليه كلها بتتصل بالجهاز الهيكلي، سواء بالحزام الحوضي او الحزام الصدري. المفاصل بتلعب دور مهم في حركه اجزاء الجسم المختلفه. عندنا يعني عده مفاصل، والمفصل اللي هو اماكن تلاقي العظام، اي عظمتين يتقابلوا مع بعض يا شباب يكون بينهم مفصل، تمام. قد يكون المفصل ده حركته منعدمه او قد يكون متحرك، ده هنشوفه مع بعض في الجزء اللي هنا ثالثا اللي هو المفاصل. بالنسبه للجهاز الهيكلي عرفنا انه بيتكون عندنا من 5 مكونات: الهيكل العظمي، واحنا هنا بنتكلم عن عظام فقط، الغضاريف، تمام، يبقى احنا بنتكلم عن الغضاريف اللي هنشوفها في بعض المناطق من الجسم وليس في الجهاز الهيكلي كامله باكمله. المفاصل اللي عرفناها اماكن تلاقي العظام، الاربطه اللي هي عباره عن انسجه ضامه تربط ما بين عظمتين، ماشي. الاوتار عندنا ودي بتربط ما بين العضلات والعظام، وده هيجي معانا في نهايه الدرس. بالنسبه للجهاز العظمي عرفنا ان هو 206 عظمه، تمام، وناخد بالنا عشان الرقم ده هنلاقي فيه تضارب بمرور الوقت، او نسمع ان بعض الكتب بتزود الارقام، تمام. احنا عندنا عدد عظام الانسان المتوسط 206 عظمه، ده للشخص البالغ اللي هو تقريبا في سنك، تمام، او سني. لكن هنيجي مع بعض يا شباب بالنسبه للاطفال حديث الولاده او الطفل في بطن الام ممكن يصل الى عدد العظام اللي عنده 300 عظمه. المتوسط 260 270، يعني مفيش رقم ثابت، يعني معناها ان عدد العظام بيكون عدده اكبر. الا طب العدد بيقل ليه؟ لان عند العظام بتلتحم مع بعضها، العظام بتلتحم مع بعضها البعض، تمام، فبالتالي العدد بتاعها بيبدا ينخفض. طيب نيجي مع بعض عندنا هنسمع عن الجمجمه، ان الجمجمه عندنا بتتكون من 8 عظام اللي هو الجزء المخي في الجمجمه، والجمجمه لها حفله هنجيلها مع بعض، خليك مركز معايا عشان هنجيلها بعد شويه. هنيجي نعرف ان الجمجمه بتاعتنا فيها جزء اسمه الجزء المخي. الجزء المخي ده يا شباب بيتكون من 8 عظام، وبنسمع ان الشخص البالغ اللي تخطى سنه 60 70 سنه تتحول هذه الـ6 قطع عظميه الى قطعه واحده فقط، قطعه واحده فقط. يبقى الـ8 عظام المخيه او الجزء المخي في الجمجمه يتحول عندي الى عظم واحده فقط، فبالتالي يبقى الشخص البالغ، تمام، اللي تخطى عمره 60 سنه في الحاله دي بقى عدد العظام كمان انخفض معايا 7 عظام، تمام كده، يعني تقريبا بقى 199 عظمه. ودي بعض الناس بتحب ان هي تحط ايه، تحفل في بعض الاسئله الموجوده فيها. طيب لكل عظمه شكل وحجم يناسبان الوظيفه التي تقوم بها، يعني كل عظمه في قلب جسمنا هنلاقيها لها شكل محدد وموقع محدد في قلب الجسم. وباذن الله الاطباء اللي هنشوفهم مع بعض في المستقبل هنلاقي كل طبيب وهو بيدرس في الجزء الهيكلي هيجي مثلا ياخد عظمه معينه ويقول لك العظمه دي هي الفقره الفلانيه في المنطقه الفلانيه من العمود الفقري. قال لا، ايه اللي عرفك ده شبه اللي فوق منه؟ يقول لك لا، بص على الحجم بتاعها، بص على الشكل بتاعها، بص على النتوءات، بص هيديني مجموعه تفاصيل هتاكد لي فعلا ان كلام مظبوط.
طيب نيجي مع بعض بالنسبه للهيكل المحوري، عرفنا انه 80 عظمه، تمام. هنجي لهم 3 اجزاء، عمود فقري وجمجمه وقفص صدري، وهنعدهم مع بعض بعد شويه. الهيكل الطرفي 126 عظمه، وده بيشمل الطرفين العلويين والطرفين السفليين والاحذمه المتصله بهم. والاحذمه المتصله بهم يبقى المجموع عندي 126. طيب 80 و 126 هنلاقي الاجمال عندنا 206 عظمه. طيب نيجي مع بعض الوضع التشريحي، ده تعريف يعني حاجات جايه من بره المنهج لربط بعض المعلومات لتوضيح بعض الجزئيات اللي بتيجي في اسئله خارجيه. نشوفها مع بعض. وضع معين للجسم الانسان متفق عليه عالمين بين علماء التشريح لتسهيل دراسه ووصف مكونات الجسم المختلفه وتحديد علاقاتها ببعضها. الشروط ان يقف الانسان منتصبا، فلا يكون في الوضع جلوس او النوم زي الانسان اللي واقف قدامنا ده. ده بنسميه وضع تشريحي، تمام كده، زي ما انت شايف الصوره دي او الصوره دي، الاثنين مكملين لبعض. ده هيكل محوري وهيكل طرفي، هنحط الجزء الازرق مع الجزء الاحمر هنا، تمام. يبقى ده هيكل تشريحي او منظر تشريحي او وضع تشريحي. طيب الانسان عرفنا ان هو وضع منتصب، ده وضع منتصب ليس في وضع جلوس او النوم، يعني ما يكونش نايم على جنبه ولا نايم على ظهره، تمام. طيب ان يكون الطرفان العلويان على جانبي الجسم، ده الجانب الجسم الطرفان العلويان. طيب راحة اليد موجهة للأمام، لو بصيت لإصبع الإبهام عندنا هتلاقي الإبهام للخارج هنا وللخارج هنا، يبقى عندنا دلوقتي الإبهام للخارج في الاتنين، يبقى أنا كده ده الوضع التشريحي الصحيح، تمام كده، الإبهام في الاتنين. لو أنت أحيانا حتى لو نمت على ظهرك حاليا وفردت إيديك جنب بينك، مش هتفرد وتخلي الإبهام لجوه، لا، هتلاقي في الغالب إيديك فاتح، بطن إيدك هي لفوق، تمام، وظهر إيدك لتحت، وإصبع الإبهام للخارج، ده بيبقى نفس المنظر بتاعك اللي هو المفروض الوضع إيه التشريحي. الطرفان العلويان على جانبي الجسم، خلاص. الطرفان السفليان ملتصقان، تمام، ملتصقان بحيث يمتد كف القدم افقيا، ده كف القدم عندي في الحالتين افقي. الاصبع الكبير ناحيه الداخل، وده طبعا صعب ان احنا نخليه ناحيه الخارج الا لو حطينا رجل فوق رجل، تمام. ان يكون الوجه منظر للامام، عدد حبيبنا بيبص لنا، تمام. فالنظر لليمين او لليسار لا يعتبر وضع تشريحي سليم، تمام، يعني مش وضع تشريحي مظبوط لو احنا بنبص للمنظر اللي قدامنا. طبعا الجزء ده جزء خارج المنهج، لكن جزء توضيحي يعني يشكر عليه وضع المنهج لحل اشكاليه كانت بتظهر معانا في بعض الاسئله. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض العظام اللي موجوده. احنا عرفنا مع بعض من شويه ان الهيكل المحوري 80 عظمه. طب تعالوا نشوف التركيب بتاعهم او عددهم ماشي ازاي. هنلاقي جمجمه، والجمجمه زي ما قلت لكم عليها حفله في عدد العظام. احنا عندنا الجزء الموجود في قلب المنهج ان الجزء المخي 8 عظام فقط، ده الجزء اللي اتذكر عن الجمجمه، ولم يذكر اي تفاصيل اضافيه عن الجمجمه خالص. لكن بعض الكتب الخارجيه اضافت لنا بعض المعلومات، تمام، في الجزء ده، فبالتالي اصبح في تضارب ما بين الاجابات لبعض المعلمين. طيب في سؤال كان جه قبل كده في سنه من السنوات قبل النظام الحديث الوضع اللي هو الاختياري، كان موجود عندنا يا شباب، كان يجي يقول لي اذا علمت ان عدد عظام الجمجمه، اذا علمت ان عدد عظام الجمجمه، تمام، واداني رقم، كان الرقم كام؟ 22 عظمه. اذا علمت ان عدد عظام الجمجمه 22 عظمه، فان الجزء الوجهي يكون كام؟ انت واخد في قلب المنهج ان الجزء المخي كان 8، وهو قال لك ان هو 22 عظمه، نخصم ال 22 من 8 يطلع معايا كام؟ 14، يبقى الجزء الوجهي عنده 14. طب يا استاذ احنا بنسمع ان هو 29، ايوه، ما في احنا عندنا دلوقتي في ثلاث عظام موجودين في الجمجمه من الداخل من اليمين ومن اليسار، ودول خاصين بالسمع اللي هو المطرقه والسندان والركاب، ودول اخدناهم في تركيب الاذن في الاعدادي، تمام. طيب فاحنا عندنا دلوقتي في كل اذن 3، يبقى احنا عندنا 6، وفي عظم موجود اسفل الجمجمه، ده هنشوفه منظر من المناظر اللي هتيجي بعد شويه، ده اسمه العظم اللامي، وده العظم الوحيد الغير مرتبط بالهيكل العظمي، منفصل، وده بيلتصق به اللسان او بيرتبط به اللسان، تمام كده، يعني ده دور في حركه ايه اللسان. طيب ادي العظم ايه اللامي، يبقى واحد مع 6 7 و 22 هلاقي عندنا الاجمالي 29، ادي عظام الجمجمه كامله. طيب بعض الناس تيجي تقول لي ده عظام الجمجمه كام يا استاذ؟ 22 ولا 29 ولا 28؟ يا شباب بص على الصوره اللي قدام منك، هل الصوره اللي قدام منك كامله واضح لك كل التفاصيل اللي موجوده فيها؟ واضح لي، يبقى 29. طبعا المطرقه والسندان والركاب صعب ان هم يبانوا في اي منظر تشريحي للجمجمه لان هيكونوا داخل الجمجمه، تمام، وما يجيليش سؤال عليها ويسالني سؤال مبهم، لا، ممكن يجيب لي منظر تشريحي قدام مني ويقول لي اعرف العظام الموجوده، او يربط لي بالمعلومه اللي موجوده اللي هم الثمان اجزاء المخيه اللي موجوده عندي في المنهج. طيب ننتقل بعد كده يا شباب للعمود الفقري. العمود الفقري عندنا يا شباب بيمتد ما بين الجمجمه لحد عظام الحوض، وبيرتبط به جميع اجزاء الهيكل المحوري. هنلاقيه يعني مرتبط بالجمجمه من الاعلى، الحزام الحوضي من اسفل، الحزام الصدري من اعلى، القفص الصدري بارتباط به بشكل مباشر. طيب بالنسبة للعمود الفقري يا شباب كم فقرة؟ 33. كم عظمة؟ 26. ناخد بالنا يا شباب في الفرق ما بين الاثنين.
عدد عظام العمود الفقري، عظام يبقى 26، عدد فقرات يبقى 33. حدد انت عايز ايه. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه للهيكل للقفص الصدري او القفص الصدري الموجود عندنا. طبعا القفص الصدري عندنا عرفنا ان هو عباره عن 24 ضلع، 12 زوج، 12 يمين و12 يسار، مرتبطين من الامام بعظمه القص التي ينتهي الجزء الاسفل منها بجزء مدبب غضروفي. يعني عظمه القص عندنا عباره عن نسيجين، نسيج عظم ونسيج غضروف. وده كان عليه حفله في بعض الاسئله جاي يقول دلوقتي ان العظم او عظمه القص بيوجد بها نسيجان يتشابهان فيه، ويديني عده تفاصيل او عده اختيارات. يتشابهان في النسيج يا استاذ، ده غضروف وده عظام، الاثنين عباره عن انسجه. واحنا اخذناها قبل كده في اولى ثانوي حاجه اسمها نسيج ضام. النسيج الضام في منه عظام وفي منه غضاريف وفي منه دم وفي منه دهون، تمام كده. طيب يبقى احنا عندنا نسيج الضام في منه عده انواع، من ضمن انواعه العظم والغضروف، فالاثنين تبع نفس نوع النسيج، تبع نفس نوع النسيج، لكن في فرق بينهم من حيث التغذيه. العظام بتحتوي على اوعيه دمويه، الغضاريف لا، العظام فيها اعصاب، الغضاريف لا، تمام. التغذيه في العظام بيكون بشكل مباشر من خلال الاوعيه الدمويه، ودم ماشي جنب الخلايا العظميه، يديها السكر، يديها الاكسجين، ياخد منها الفضلات، ياخد منها ثاني اكسيد الكربون. لكن بالنسبه للغضاريف لا، تتغذى بالانتشار من العضو المجاور لها اللي هو غالبا بيكون عندي عظام. الاستاذ ماهر محفوظ كان نزل سؤال قبل كده ان جميع الغضاريف لها دور في حمايه العظام من التاكل. دي النقطه ناخد بالنا منها. ممكن ناخد بالنا ان هنا في المفصل نلاقي غضاريف، هنا المفصل نلاقي غضاريف، هنا نلاقي غضاريف، لكن ممكن نلاقي الانف فيها غضاريف، الاذن فيها غضاريف. هل بتحمي من التاكل؟ لا، ما بتحميش من التاكل، تمام. طيب نيجي مع بعض عندنا يا شباب ايه تاني عندنا. بالنسبه لفقرات العمود الفقري لو لاحظنا هنلاقي الحجم بتاعها من الاعلى بيكون صغير، وبمرور الوقت بيزيد السمك معايا لحد ما اوصل لاكبر سمك هيكون عند الفقره رقم كام؟ 24، تمام. دي اكبر الفقرات في من حيث الحجم. لكن هنجي في المنطقه العجوزيه هنلاقي ان الخمس فقرات الموجودين فيها التحموا مع بعض يكونوا قطعه عظميه واحده، رغم ان هم خمس فقرات لكن كونوا قطعه عظميه واحده. وده في اللي ادالها قوه، ادالها متانه، وفي نفس الوقت اتصال قوي بعظام الحوض لحمل اجزاء الجسم العليا. لاحظ ان كل فقره من دول بتحمل الثقل اللي فوق منها. يعني مثلا الفقره العنقيه الاولى شايله الجمجمه، الفقره الثانيه شايله الفقره الاولى مع الجمجمه، الفقره مثلا وليكن العشره شايله التسعه اللي فوق منها، تمام، بالاضافه للجمجمه، بالاضافه للهيكل الطرفي المتصل بها لحد المنطقه اللي هي واقف فيها. لو جينا الفقره 24 شايله كل الجزء اللي فوق ده يا شباب، كل الجزء العلوي ده شايل. فممكن السؤال يجي لي مثلا في مقدار التحمل او الثقل الواقع على الفقره، ايهما اكبر ايهما اقل؟ فشوف موقع الفقره فين، وبناء عليه اقدر احدد الفقره ديت يا ترى الحمل عليها كبير ولا صغير، وده يتناسب مع سمك الفقره بتاعتي. ابص على سمك الفقره اقدر احدد يا ترى الفقره بتاعتي ديت عليها حمل كبير ولا حمل صغير من خلال منظر الفقره وحجم السمك بتاع جسم الفقره. طيب خلاص عرفنا القفص الصدري عباره عن عظم القص، وعرفنا ال 24 ضلع اللي هم 12 زوج، ودول هنتكلم عنهم بالتفصيل بعد شويه. نيجي بالنسبه للعمود الفقري، عرفنا ان احنا عندنا فيه 33 فقره او 26 عظمه. هو هنا حاطط لي 26 يبقى ده العظام وليس الفقرات. 7 عنقيه، 12 ظهريه، 5 قطنيه، 1 عجوزيه، 1 عصوصيه. الواحده العجوزيه عباره عن 5 فقرات، الواحده العصوصيه عباره عن 4 فقرات، تمام كده. يبقى ناخد بالنا لو احنا بنتكلم عن فقرات يبقى دي 5 فقرات ودي 4 فقرات، لكن لو بنتكلم عن عظام يبقى 7 12 5 1 1. هنجمع الارقام 29 و25 و26 يطلع عند الاجمالي 80 عظمه. طيب نيجي بالنسبه للطرفي، الطرف هنلاقي عندنا في احزمه بتربط الطرف العلوي بالقفص الصدري، تمام، وحزام برضو بيربط للطرف السفلي بالعمود الفقري. طيب لو جينا مع بعض يا شباب اي طرف من الاثنين سواء طرف علوي او سفلي 30 عظمه، خلي مبدا ثابت عندك. اي طرف علوي، الطرف العلوي ده 30، الطرف العلوي ده 30، الطرف السفلي ده 30، الطرف السفلي ده 30، تمام كده؟ طيب وهنعرف الفروقات اللي موجوده ما بينهم. لكن اخد بالي من الاحزمه اللي بتربط ما بينهم، هلاقي عندي حزام صدري وده عباره عن 4 عظام، لكن الحزام الحوضي عباره عن 2 فقط. تمام كده؟ يبقى عندنا الصدري 4، لان كل ذراع ماشي او طرف علوي متصل عندي بعظمه مثلثه بنسميها لوح الكتف، وعظمه باطنيه. يعني ايه باطنيه؟ يعني ناحيه البطن. ولما بنبص المنظر العلوي له في فيديوهات سابقه في الشرح، انا شرحت الجزء ده على نموذج تشريحي وجبت جايب برنامج 3D وبحرك المجسمات قدام مني فالصور واضحه. هنلاقي ان العظمه بتاعتنا دي على شكل حرف اس معايا، يعني جايه معايا بشكل مقوس، تمام. طيب
ده بالنسبة عندنا لعظمة الترقوة، وده الدلهك هو أكبر. لما يكون عندي العظمة المستقيمة بتعرضها للكسر بيكون أسهل، تمام كده، على عكس العظمة لما تكون شكلها إيه، مقوس شوية، تمام كده، الدلهك هو زيادة شوية. وخاصة إن العظمة دي أصلا رفيعة ورقيقة، مش قوية، وسميكة مثلا زي عظمة العضد. طيب كده عرفنا لوح الكتف في عظمة الترقوة، تمام. ده بالنسبة للحزام الصدري، عرفنا 2 يمين واتنين يسار، ودي هنلاقي فيها مناظر، منظر أمامي ومنظر خلفي، وبرضه شرح الكلام ده بالتفصيل قبل كده في فيديوهات سابقة. نيجي بالنسبة للطرف العلوي، هنلاقي عندنا عظمة العضد، هنلاقي عندنا زند وقعبرة، زند وقعبرة. الزند عندنا اللي هو نهايته رفيعة، القعبرة نهايته سميكة. طيب الزند عندنا بنسمع دايما يقول لك الزند ثابت. المصطلح ده خد بالك منه، ان ده مرتبط ببقية الجملة. الزند ثابت بالنسبة للقعبرة المتحركة حوله بحركة نصف دائرية. تاني، يعني احنا عندنا الزند هنا يا شباب في مفصل بينه وبين العضد بيتحرك هنا في المنطقة دي، فالزند متحرك مع العضد. لكن بالنسبة للقعبرة، لما اجي احرك الرسغ بتاع الايد او احرك كفة الايد بتاعتي، انا بحرك القعبرة دي حركة نصف دائرية حوالين الزند الثابت بالنسبة لها. وصلت يا شباب؟ عشان في ناس بتيجي تسألني، ولسه مجاوب السؤال ده على اليوتيوب، طالب كان بيسألني بيقول لي يا استاذ ازاي الزند ثابت ورغم ان هو في المفصل. هو كمل العبارة او الجملة اللي موجودة عندك، الزند ثابت بالنسبة للقعبرة المتحركة حوله حركة نصف دائرية، او يتحرك تتحرك عظمة القعبرة حول الزند الثابت حركة نصف دائرية، تمام. طيب سيب العدد للاخر، هنجي له مع بعض. بالنسبه لعظام الحوض، هنلاقي عندنا عظمتي حوض، وخدوا بالكم ان عظمتي الحوض دول يا شباب لوحدهم بيتكونوا عندي كل واحده منهم من 3 عظام، كان في مراحل جنينيه كانوا 3 عظام، لكن تم التحامهم ليكونوا قطعه عظميه واحده، وده ادالها قوه وصلابه اكتر، تمام كده. طيب نوع المفاصل هنعرفه مع بعض، ان هو مفصل اسمه مفصل ليفي. طيب عرفنا هنا مع بعض العضد، ماشي، عرفنا عندنا الزند والقعبره، هنلاقي هنا عظام اسمها الرسغ اليد، وهنلاقي عندنا حاجه اسمها امشاط، وهنلاقي عندنا سلميات. طيب واحدة واحدة كده، ده كام؟ ده 1، زند وكعبرة كده 2، عند الرسغ هنا في 8، عند هنا الأمشاط هنلاقي 5، عند السلميات 14، كل صابع في 3 ما عدا إصبع الإبهام في 2 فقط، ماشي كده؟ طيب نيجي مع بعض، عندنا بالنسبة للطرف السفلي عندنا عظمة الفخد 1، هنلاقي الردفة 1، هنلاقي عندنا حاجة اسمها القصبة والشظية، تمام؟ إحنا بنسمع كلمة الذنبوب، ماشي؟ طيب هنلاقي عندنا رسغ القدم، رسغ القدم خدوا بالكم بقى هنا يا شباب، ان رسغ القدم هنا 7، لكن رسغ اليد هنا 8، يبقى كده في فرق واحد يا استاذ، ده فوق 8 وهنا 7، يبقى في نقص. اقول لك الردفه هنا حلت الايه؟ المشكله، تمام كده، ان في هنا ردفه موجوده، لكن هنا لا يوجد ايه؟ ردفه، تمام؟ طيب نيجي بعد كده يا شباب، عندنا بالنسبه للرسغ عرفنا ان هو 7 عظام، عرفنا عندنا 5 انشاط زي الايد بالظبط، 14 سلميه زي الايد بالظبط، وبرده ابهام القدم هو اللي فيه 2 سلمية فقط، تمام. لو جمعنا هنا الأعداد ديتي 1 2 و2 4 4 و7 و5 و14، هلاقي الإجمال عندي هنا 30، وفي الجانب الآخر 30، يبقى الإجمال عندنا 60 للطرف السفلي مع 2 حزام حوضي. طيب نيجي للطرف العلوي، هنلاقي 1 و2 8 5 14، هنجمعهم هنلاقي 30، والجانب الآخر 30، يبقى 30 و30 60، بالإضافة لـ4 اللي هم الحزام الصدري، أجمع الأرقام كلها يطلع عند الإجمالي 126 عظمة، مع 80 يطلع عند الإجمالي 206. هنا كتاب مشكورا جايب لنا صورة المناظر المختلفة، سواء منظر أمامي، منظر خلفي، منظر جانبي، ويوضح لي الأشكال المختلفة، وده هتفيدني إن أنا ممكن أقدر أحدد الجانب اللي قدام مني دوت، أو المنظر الأمامي، المنظر اللي قدام مني ده يا ترى منظر إيه بالظبط، تمام. طبعا نسيت أعدل الصورة أو أعكسها، فأنتوا بقى مفيش مشكلة، الصورة موجودة عندكم في الكتاب، ممكن تتفرجوا على براحتكم. فاحنا ده بالنسبه للمنظر، ودي العظام، وهنلاقي كل التفاصيل اللي احنا قلناها من شويه واضحه موجوده معانا، لكن يعني ممكن في بعض التفاصيل تظهر معانا في بعض المناظر، ده هتبان معانا في الاسئله. طيب عرفنا مع بعض بالنسبه للهيكل المحوري، هنلاقي العمود الفقري، عرفنا العمود الفقري عندنا هو محور الهيكل العظمي، تمام، هو الدعامه الرئيسيه، ليه؟ لان كله بيتصل بيه، الجمجمه بتصل من اعلى الصدر، القفص الصدري والطرف العلويان ماسكين بعظام الكتف، تمام كده، متصلين بيه، الطرفان السفليان متصلين بعظام الحوض. العمود الفقري 33 فقرة اتقسمناهم لـ5 مجموعات، 5 12 5 5 4، تمام. لكن لو بنحس للعظام عرفنا ان هم 26 عظمة، 7 12 5 1 1، تمام، ده بالنسبة عندنا. جاب لي مناظر مختلفة، مشكورين مؤلفي الكتاب انهم حطوا لنا
المناظر اشكال مختلفه. طبعا احنا عندنا في قلب المنهج بتاعنا مركز بس على منظر واحد اللي هو اعتقد المنظر الجانبي، لكن احنا حاليا دلوقتي واضح معانا المنظر الامامي والخلفي، فنوضح بعض التفاصيل. لو لاحظنا هنلاقي في حاجه اسمها الاقراص الغضروفيه، الاقراص الغضروفيه شبه هنلاقيها موجوده معانا ابتداء من بين الفقره الثانيه تمام والثالثه، هنلاقيه بدا يظهر معانا وهيمتد معانا لحد ما يوصل لنهايه العمود الفقري عند الفقره 24 بينها وبين الفقره العجوزيه اللي هي ال 25 اللي هي الملتحمه، تمام؟ طيب الاقراص الغضروفيه العدد بتاعها بيختلف فيه المدرسين، تمام؟ بعض الناس بتقدر تعدهم، هو ما فيش اي معلومه صريحه عندي في قلب الكتاب بتاعي تسالني عن الاقراص الغضروفيه عددهم كام، تمام؟ ولا في الصور عندي حاجه صريحه تقول لي ان الاقراص الغضروفيه عدهم معايا، لان انا عند الفقره الاولى ما فيش قرص غضروفي بينها وبين الجمجمه، فبيكون اتصالها مباشر مع الجمجمه، يعني شبه ملتحمه بيه، مش ملتحمه، لا، في بينهم مفصل زلالي، يعني ماده عامله زي الزلال، بعضكم احنا بياكل اللحوم فبيلاقي فيه ماده دهنيه كده موجوده في قلب الدهون، او لو بياكل الكوارع، الناس اللي بتحب الكوارع هتلاقي فيه ماده زلاليه موجوده بين العظام وبعضها البعض، اهو بيبقى فيه ماده زلاليه بين الفقره الاولى والجمجمه. وكذلك الماده دي موجوده بين الفقره الثانيه والاولى، فدول ما فيش قرص غضروفي لا قبل ولا بعد الفقره الاولى، تمام كده؟ ده مش موجود عندي في اي في المنهج اي تفاصيل من دي. فبعض الناس بتقعد تعد بقى ويجي يقول لك لا في، لا ما فيش، فكل ده معلومه خارج منهجك مش مطلوبه منك، تمام؟ ولا تيجي لك في اختبار لانها غير مطلوبه. طيب نيجي مع بعض عندنا بالنسبه للتعرجات اللي موجوده، هنلاقي عندنا هنا مثلا جاي يقول لي بالنسبه للجزء الاولاني محدب للامام مقعر للخلف، تمام؟ هنيجي هنا مقعر للامام محدب للخلف، هنلاقي عندنا مقعر 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 للامام مقعر للخلف. حته مقعر ده عشان ما تنساش قعر الحله، ماشي؟ ده مصطلح يعني ممكن نسمعه بعض الاحيان، او بعض الناس يقول لك ايه حتم قعر، يعني من قلب من جوه، من ايه الحله نفسها بتلاقي غويطه من الداخل، فده قعر، ماشي؟ ده قعر قعر مقعر، يبقى كل ده عندنا المقوس ده مقعر. طب ده الجانب مين؟ الامامي، يبقى مقعر للامام مقعر للامام، لكن ده العكس محدب للامام وده محدب للامام، فهلاقي عندي تحت بتين اتنين محدب واتنين مقعر. لو جينا العكس هنا برضو هنلاقي نفس الفكره، هل عندنا مقعر للخلف محدب للخلف مقعر للخلف محدب للخلف. دي التحديبات والتكرارات اللي موجوده عندي في الجزئيه بتاع العمود الفقري. طيب نيجي بالنسبه للفقرات، هنلاقي عندنا يا شباب برضو الجزئيه ديت برضو فيها نقاش وفيها جدال من حيث اشكال الفقرات. هنلاقي عندنا اشكال الفقرات بالنسبه للفقرات العنقيه عندي ثلاث اشكال بتختلف عندي، وفي منها ثلاث اشكال، وهلاقي الاختلاف الاساسي عندنا في جسم الفقره، في جسم ايه الفقره. لو احنا دورنا عندنا على جسم الفقره، جسم الفقره اللي هو الجزء اللي موجود عندنا ده، وده اكتر جزء او اكتر فقره بنشوفها اللي هي الفقرات النموذجيه، بيكون عندي في المنطقه الظهريه والمنطقه القطنيه، تمام؟ الاثنين عندي بيكون الشكل بتاعهم مكتمل وفيهم كل النتوءات موجوده، على عكس الفقرات لو بصينا عليها في اللي موجود عندنا في المنظر العلوي ده، تمام، او الجزء بتاع الرقبه، مش هنلاقي فيها النتوءات واضحه بالشكل ايه الموجود في المنطقه الظهريه والمنطقه القطنيه. طيب لو جينا بصينا مع بعض يا شباب لجسم الفقره، ادي جسم الفقره موجود عندي هنا، جسم الفقره موجود عندي هنا، لو دورت هنا على جسم الفقره، جسم الفقره مفيش، تمام؟ حتى النتوءات نفسها، لان النتوء عندي هنا مقسوم اتنين، مقسوم اتنين، لكن النتوءات هنا هلاقي واحد، فلما اشوف النتوء مقسوم اتنين ده يبقى انا كده بتكلم عن عنقيه، او ما اشوفش النتوء خالص يبقى انا بتكلم عن الفقره الاولى، تمام كده؟ طيب الفقره ديت كل ما تلاحظ عندنا ان جسم الفقره بيزيد السمك بتاعه مع زيادة الضغط على الفقرة، كل ما الفقرة الضغط بيكون عليها زيادة أو الحمل اللي عليها أكبر، تمام؟ فبالتالي ألاقي جسم فقرتها أصبح أكبر عشان يستحمل الوزن اللي موجود أو الثقل اللي موجود إيه عليها، تمام؟ طيب دي تعتبر كبيرة شوية في الحجم إيه، فبعض الناس ممكن تعتقد إن الاتنين دول قريبين من بعض بالنسبة لجسم الفقرة، لا، في فرق، لو أنت بصيت للحجم هنا والحجم هنا هتعرف الفرق، بس هو إيه نوعا ما مكبر الصورة. طيب لو جينا بقى للمنطقة العجوزية والمنطقة العصعصية، أدي المنطقة العجوزية والمنطقة العصوصية، في هنا مفصل ما بين الاثنين، مفصل ليه فيه، تمام؟ بعض الناس تقول لي قرص غضروفي، لا مش عارف ايه، هتجيب بص اصلا جسم الفقره ما فيش، يعني المنطقه العصوصية بتلاقي جسم الفقره ما فيش عندها جسم فقره تقريبا صغيره جدا، تمام؟ طيب بالنسبه للعنقيه 7 12 5 5 4 ده العدد عرفناه. من حيث التواجد العنقيه طبعا موجوده في منطقه العنق بتاعتنا، ماشي؟ قال لي يبدأ من الجزء البطني للعظم القفوي للجمجمة، يعني من ايه؟ من جمجمتك من أسفل من ورا، الحجم بتاعها بيكون متوسط، الحالة متمفصلة كلها متمفصلة، الترتيب بتاعها بياخد من 1 ل7 لأن الفقرة الأولى الفقرة 7 وعددهم 7.
طب نيجي بالنسبة للفقرات الظهرية، عرفنا إن هي بتكون موجودة في منطقة الظهر اللي هي الجزء الأخضر ده عندنا، تمام، اللي هو بيكون متصل بالقفص الصدري، وعددهم 12 نفس عظام القفص الصدري، أكبر من العنقية طبعا، تمام، وبرضه بتكون متفصلة، بتاخد الترتيب من بعد الفقرات العنقية، فتاخد من 8 ل 19 وعددهم بيكون 12. طب بالنسبة للقطنية، القطنية عندنا يا شباب هنلاقيهم إنهم عبارة عن 5، ودول بيواجهوا تجويف البطن أو الأحشاء، يعني في المنطقة دي يا شباب هنلاقي الكليتين مثلا موجودين عندي في الجزء ده، يعني ممكن يكون واخدين من هنا من الجزء ده كده ونازلين معانا، هنلاقي المعدة، الأمعاء، كل الجزء ده هنلاقيه موجود في منطقة البطن هنا، تمام؟ طيب فبيقول لي مواجهة لإيه؟ للأحشاء. من حيث الحجم أكبرهم حجما، لأن هي أكبرهم تحملا للوزن، تمام، متمفصلة برضو، والرقم بتاعها تاخد من بعد الظهرية 19، هتبقى هي 20 لحد 24، وعددهم 5. العجوزية عرفنا إن هم 5، لكن من حيث العظام واحد، يعني من حيث عدد الفقرات 5، لكن من حيث عدد العظام واحد. وعرفنا إن هم بين عظمتي الحرقوفة في الحزام الحوضي، لأن العظمية اللي احنا شايفينها دي اللي هي القطعة الواحدة دي يا شباب متصل عندنا بالعظام الحوض، سواء ايه الجانب الأيمن أو الأيسر، أهو تمام، فده الاتصال عندنا. وهنلاقي طبعا المنطقة اللي مقابلة دي هيكون المثانة والأعضاء التناسلية عند الإيه؟ عند الإناث، يعني منطقة المهبل أو عنق الرحم، الحتت دي هتبقى إيه موجودة أول منها. عرضهم فلطحة، تمام، وملتحمة ليه؟ عشان تحمل كل الثقل اللي موجود فوق منها هنا، والعدد من 25 ل 29، وعرفنا إن هو واحد. بالنسبة للعصعصي 4، ودول آخر حاجة في العمود الفقري، وأصغر الفقرات من حيث الحجم، وملتحمة، وتاخد في الترتيب من 30 ل 33. ده بالنسبة عندنا دي العظام. طيب قال لي في ملحوظات مع الرسم، يوجد في العمود الفقري الإنسان عدة انحناءات وعرفناهم مع بعض، الهدف منهم يا شباب توزيع الثقل. طيب واحد ممكن يجي يقول يا أستاذ ليه العمود الفقري عندي بالشكل المقوس اللي أنا شايفه ده؟ ليه الانحناءات اللي موجودة؟ لو أنت بصيت عندك وأنت أخدت مثلا منظر عمودي كده، خد كده وانزل لتحت، بعدين خدنا منظر مثلا مع بعض لتحت كده، هتيجي تبص تلاقي عندك هنا في الرئتين وفي القلب، هتلاقي عندنا الكبد والمعدة، هتلاقي المعدة والأمعاء، وكل الأعضاء موجودة عندي في جانب واحد. أنا لو عندي عمود وحطيت فيه مجموعة من الأثقال في جانب واحد، بالطبع العمود بتاعي يا شباب هيميل ويقع، يعني هيروح في الاتجاه ده، تمام كده، يقع، كانت عندك ثقل في جانب واحد، لكن الانحناءات اللي موجودة دي يا شباب وزعت الثقل على الجانبين، فخلت إن فيه شبه توازن على الجانبين، فتلاقيك بتمشي في وضع مستقيم، تمام، رغم إن كل أحشائك موجودة الأمام مش موجودة الخلف. طيب الانحناءات اللي احنا قلنا عليها من شويه قاعد يتكلم فيها، وكل واحد منهم تقريبا احنا قلناهم كلهم، الانحناء الحوضي ده مقاع للامام محدب للخلف، وده ابو العجوزيه والعصوصيه، وفي الاعضاء الحيويه مثانه مستقيم الرحم عند السيدات خاصه اثناء الحمل، لان الحمل بيكون نازل في قلب الايه الضغط على المثانه. اكبر الانحناءات بيكون في منطقه الظهر، لان هي اكبرهم في المساحه والطول. العظام عرفنا انهم 26، وعرفنا ان في 5 عجوزية ملتحمين، والعصعصية 4 ملتحمين. الفقرات عرفنا ان هي بتزيد في الحجم، تمام، لحد ما ننزل الفقرات الملتحمة. عرفنا ترتيب الفقرات المتمفصلة تنازليا على حسب الحجم، تنازليا يعني من الكبير للصغير، القطنية صدرية عنقية. طب لو عايزنا تصاعديا هيبقى عندنا عنقية صدرية قطنية، الملتحمة عند العجوزية الأول، بعد منها العصعصية، ترتيب تنازلين حسب الحجم، اليمين الاول القطنيه عجوزيه صدريه، ماشي، ده ترتيب تنازلي يعني من الكبير للصغير حسب الحجم، القطنيه الاول العجوزيه الصدريه العنقيه، مظبوط، تمام، هو حط العجوزيه اللي هي الملتحمه لان هي بعد القطنيه، لان ايه جسم الفقره بتاعتها او هي قطعه واحده، فملتحمه مش ايه، فمتبقاش واضحه معانا عند البعض. الرقم 21 اكبر قليلا من الفقره 18، واكبر كثير من الفقرة 4، ده سؤال كان بعض الناس احيانا بتحطه في بعض الجزئيات. 21 اكبر قليلا لان هي 18 قريبه منها، ماشي، 18 19 20 21، فهي اكبر منها بشويه، لكن لما نروح لاربعه اللي هي في العنق لا هيكون عندها اكبر كثيرا. اكبر فقرات متمفصله، تمام، عرفنا اللي هي القطنيه الاخيره، ماشي، والملتحمه الفقره القطنيه الاخيره والفقره العجوزيه الاولى، يبقى عندنا الفقرات الكبيره اكبر فقرات متمفصله هتكون القطنيه اخر واحده. طب والملتحم اكبرهم مين؟ هتكون عند العجوزيه اول واحده. الفقره المنصفه للعنق، العنق عندنا 7، فيبقى النص ايه؟ 7 اقسم 7 على 2 بقى 3.5، اكبر كسر يبقى عند 4، لان الفقره 4 فوق منها 3 وتحت منها 3. المنصفه للعمود الفقري، العمود الفقري هو بيتكلم عن فقره وليست عظمه، خد بالك، الفقره المنصفه وليست العظمه المنصفه.
ماشي. الفقرة من صفة 17 لأن فوق 17 لأن فوقها 16 وبعدها 16، تمام كده؟ فوقها 16 وتحتها 16 ب 32، والرقم 17 يبقى 33، فقرة مظبوط. لكن لو قال العظمة المنصفة، لا العظمة احنا 26، يبقى انا عندي 13 و14 دول المنصفة. طيب جاب لي مجموعة من المخططات البيانية بتوضح لي رقم الفقرة المتمفصلة وحجم الفقرة. كل لو انا بتكلم عن الفقرات المتمفصلة، كل ما رقمها بيزيد كل ما حجمها بيزيد، كل ما جسمها بيزيد. رقم الفقرة الملتحمة، لا ده العكس، لان عند الفقرة الرقم 25 اكبر وترجع تقل معايا بمرور الوقت. طيب لو جينا بالنسبة للعمود الفقري ككل، تمام كده، عرفنا ان هو بيزيد معانا لحد الفقرة 25 ويرجع ينخفض مرة أخرى، تمام كده، أو 24 آسف، لحد فقرة 24 وبعد كده يرجع ينخفض معانا مرة أخرى. طيب نيجي مع بعض بالنسبة للفقرة هنا، حجم الحلقة الشوكية. الحلقة الشوكية يا شباب بتكون أكبر ما يمكن في الفقرة الأولى وتصغر معايا. طيب إيه السبب؟ لأن عندنا يا شباب، أنا تخيل كده كابل الكهرباء اللي داخل عندك للبيت، لو بصيت من عند العداد هتلاقي كابل الكهرباء كبير، لكن الكهرباء اللي ماشية في قلب الغرف عندك، في قلب علب المفاتيح اللي موجودة في قلب الغرف، هتلاقيها صغيرة رفيعة. ليه؟ لأن أنا دلوقتي بدخل تيار كبير للبيت من بره، تمام؟ وبيبدأ يتقسم عندي لفروع أصغر فأصغر فأصغر، لحد ما بيكون عندك الأسلاك جوه الغرف ممكن تكون نص ملي أو ملي، تمام كده؟ يعني أصغر ما يمكن. فكذلك أعصابك، العصب اللي طالع من الجمجمة بيكون لسه ما طلعش منه فروع، فبالتالي بيكون أكبر ما يمكن وهو داخل الفقرة الأولى وهو طالع من الجمجمة، لكن بيبدأ يطلع منه فروع تتوزع عندي في باقي أجزاء الجسم، تمام، تروح للذراعين، تروح لمنطقة الصدر، تروح لمنطقة البطن، فبمرور الوقت يبدأ يحصل عندي يعني كل ده في السمك، وفي النهاية بتوصل للمنطقة العجوزية بتكون لحاجة اسمها ضفيرة عصبية، تمام كده، عبارة عن فروع عصبية بتمتد عنده وتنزل للأطراف السفلية. طيب جاب لي هنا من حيث حجم الفقرات، عمل لي رسم بين عشان في بعض الأحيان بعض الكتب أو بعض المؤلفين أو المدرسين كان بيجيبوا أسئلة من دي ويغير في ترتيب الأعمدة ويقول لك شوف الترتيب الصحيح مين. فاحنا لو جينا من حيث نوع الفقرات، تمام، وحجم الفقره، الفقره جاب لي اسمها والحجم بتاعها، طبعا القطنيه اكبرهم، ماشي، العجوزيه تحت منها، الظهريه، العنقيه والعصوصيه اصغرهم. لكن لو جه مثلا من حيث العدد، احنا عارفين الظهريه 12 والعنقيه عندنا 7، قطنيه 5، تمام كده، و ده ايه، قطنيه عندنا 5، العجوزيه والعصوصيه دول ايه بقى، لا في حاجه هنا، لا في حاجه هنا، من حيث عدد عدد العظام، عدد العظام صح، تمام كده، وليس عدد الفقرات، عدد العظام. يبقى احنا دلوقتي عندنا دي واحده ودي واحده، لكن لو كان قال عدد الفقرات كنت هضطر ان انا اخلي العجوزيه بنفس طول العجوزيه بنفس طول القطنيه، لكن كده مظبوط الرسم عندي صحيح، مفيش فيه اي مشكله، لانه حدد هنا عدد العظام. لكن لو قال لي عدد الفقرات كان لازم يكون الاعمده ديت متساويه، تمام. شكرا على الرسم والتوضيح ده. طيب نيجي بعد كده بالنسبة لتركيب الفقرة النموذجية. أدي الفقرة النموذجية موجودة عندنا، فيها جسم الفقرة، فيها حلقة شوكية، حلقة بنكلم الدايرة نفسها اسمها حلقة، لكن الحتة الفاضية في النص دي بنسميها القناة، خد بالك عشان في بعض الطلبة بتتخدع وبيعكس، تمام، لا الدايرة نفسها بنسميها الحلقة، تمام كده. طيب زي الدبلة بتاعت الخطوبة، ربنا يكرمكم إن شاء الله، تمام، هتلاقي عندنا اسمها حلقة، لكن الفتحه اللي بندخل فيها اصبعنا ده بنسميها القناه، بيدخل فيها الاصبع، تمام، فبدي بيسمع قناه عصبيه. طيب طالع عندي دلوقتي نتوئين، في نتوء مستعرض ايمن وايسر. طيب في عندي نتوءات مفصليه، في اتنين امامي واتنين خلفي، خد بالكم منها، تمام كده، امامي انت شايف التجويف اللي فيه، خلفي انت شايفه من بره بس، يبقى الامامي انت شايف التجويف بتاعه اللي هيتصل بالفقره التاليه دي، تمام، والخلفي عندنا هو الجزء ده. طيب عندي النتوء الشوكي اللي هو الجزء البارز اللي بيكون عندي في المنتصف. طيب جسم الفقره اللي هو الجزء السميك، ادي جسم الفقره اللي هو الجزء السميك، وده اللي بيرتكز عليه الفقره اللي فوق منها، تمام. طيب النتوءان المستعرضان، انا عندي نتوء مستعرض ايمن وايسر، يبقى عندي زائدتان عظميتان تتصلان بجسم الفقره من الجانبين، وكل منهما له نتوء مفصل. طيب الحلقه الشوكيه، ادي شفنا مع بعض الحلقه الشوكيه اللي موجوده عندنا واللي بيكون بداخلها قناه عصبيه. النتوء الشوكي، النتوء الشوكي عندنا اللي هو الجزء ده زائده خلفيه مائله للاسفل تحمل الحلقه الشوكيه ويحمل نتوءان مفصليان خلفيان، يعني هنلاقي المفصلين خلفيان، المفصل ده والمفصل ده الاثنين متصلين بيه تقريبا بشكل مباشر. طيب بعض الناس بتيجي تقول يا استاذ كل النتوءات دي ايه الفايده منها؟ النتوءات دي كلها يا شباب عندنا هنلاقيها مرتبطه بالفقرات التاليه ليها باربطه معايا، يعني كل نتوء مع النتوء اللي تحت منه والنتوء الاعلى منه حصل بينهم ارتباطات باربطه، فده بيزيد من قوة ومتانة اتصال الفقرات ببعضها البعض.
تمام كده. طيب نيه بالنسبه للعمود الفقري، وظيفته دعامه رئيسيه للجسم، الحبل الشوكي بيكون ماشي جوه القناه فبالتالي محمي، تمام. حركه الراس والنصف العلوي من الجسم، يعني العمود الفقري بيكون عندنا الفقره الاولى بيكون ليها حاجه اسمها نتوء، بيكون في الفقره الاولى الثانيه فيها نتوء مع الفقره الاولى، فبيخلي الفقره الاولى اللي انا قلت لك قبل شويه ان هي شبه ملتحمه بالجمجمه بين المفصل الزلالي، بيخلي الحركه حوالين المفصل ده حوالين النتوء ده، وباذن الله اللي هيدخل كليه الطب هيشوف الايه التفاصيل بتاع الفقرات ديت، تمام. طيب نيجي بعد كده، تعتبر الفقره القطنيه والفقرات الظهريه مثالا للفقرات النموذجيه، دي اللي احنا قلناها قبل شويه. ليه؟ لان هنلاقي فيها السبع نتوءات موجودين. لو رجعنا تاني للرسمتين اللي احنا شفناهم من شويه يا شباب، هنا قلت لك هنا لو لاحظت هتلاقي في عندي نتوءات موجوده كامله، تمام، هنا في الفقره دي سواء الظهريه او القطنيه. لكن لما نيجي هنا هنلاقي في نتوءات مش موجوده، تمام كده، او في نتوء شوكي مقسوم اتنين، يعني الشكل بتاعه مش مظبوط نفس الفقرات اللي موجوده عندي في المنطقه الظهريه والقطنيه. فلذا بنسمي المنطقه الظهريه والقطنيه فقرات نموذجيه لاحتواء على السبع نتوءات اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم السبع نتوءات، عندي اتنين مستعرض، اتنين خلفي، اتنين امامي، وواحد شوكي. نيجي بعد كده يا شباب بالنسبة للتمفصلات، تتمفصل فقرة مع غيرها من الفقرات على النحو التالي. لو جينا بصينا كل جسم فقرة لازم بيكون على جسم الفقرة السابق والتالي. يعني عند جسم الفقرة يا شباب لأي فقرة موجودة عندي هلاقي الفقرة اللي قبل منها مرتكزة على الفقرة اللي تحتها، والفقرة اللي تحتها مرتكزة على اللي بعدها، وهكذا، تمام كده؟ فكل فقرة مرتكزة على الأخرى. لكن الاتنين عظام فلازم ربنا يحملنا العظمتين من الاحتكاك، فحطينا بينهم قرص غضروفي بيتكون من الياف اسمها الياف الكولاجين. الياف الكولاجين دي عندنا يا شباب بتكون الياف قويه، تمام، شبه صلبه، دي بتمنع الاحتكاك بتاع الفقرتين مع بعضهم البعض. لكن في بعض الاحيان نسمع ان واحد جاله الغضروف في العمود الفقري فسبب فيه مشاكل في الحركه عنده، الغضروف ده لو انا عند المفصل ده يا شباب طلع منه امتداد، طلع منه بروز، طلع منه اي حاجه نتيجه تشيل حاجه خطا او بتاع او اي حاله مرضيه، ففي الحال دي هيضغط على الحبل الشوكي وممكن ياثر عندي في الحركه. بالنسبه بقى عندنا يا شباب للنتقان المفصليان، هنلاقي عندنا المفصليان الاماميان، تمام، بالنسبه للفقره بيتصلوا بالخلفيين للفقره السابقه. طب بص معايا كده، ده نتوء مفصل امامي، ده نتوء مفصل امامي، هيبقى متصلين بمين؟ بالفقره اللي فوق منهم. خد بالك ان ده خلفي وده خلفي، متصل بالامام للاسفل منها، ده برضه خلفي وخلفي، متصل بالامام للاسفل منها، خلف وخلف هيتصل بالفقره الاسفل منها. فبالتالي ممكن يجي لك سؤال في الامتحان هتلاقي بعض المدرسين حاطين اسئله يقول لك ده الفقره 15، يبقى الفقره 15 تتصل بنتوء مين؟ تتصل بنتوء مين؟ ويجيب لي عده نتوءات، تمام كده؟ وليكن مثلا خلفي للفقره كذا، الامامي للفقره كذا، فبالتالي لازم اركز اشوف انا عندي الفقره مين اللي انا بتكلم عنها، وليكن الفقره كذا، تمام؟ يبقى ديت المفصل بتاعها اللي هو المفصل مين؟ المفصل الايه؟ الامامي. طب يبقى متصله بالخلفي لمين؟ الفقره اللي فوق منها، اشوف الرقم بتاعها وابدا احدده. كذلك عندنا نتوء مفصلين خلفيين، ده شرحناهم كده ايه مع بعض. بالنسبه للملائمه الوظيفيه، تمام، كل دي ملائمات وظيفيه موجوده عند الفقرات والعمود الفقري. جسم الفقره سميك، عرفنا ان هو بيزيد السمك بتاعه، كل ما بيكون ثقل ازيد فبيزيد السمك بتاعه، مختلف في الشكل عن بعضه البعض، تمام، حسب مكان وجوده. شفنا الفقره الاولى مختلف عن الثانيه، مختلف عن باقي الفقرات العنقيه، مختلف عن الظهريه والقطنيه العجوزيه والاساسيه، كل مجموعه منها هنلاقي فيها اختلافات. في قناة عصبية، وشفنا ان هي اكبرهم بتكون في الفقرة الاولى، وجايب لي الصورة بتاعتها موجودة قدام مننا اهو، اللي يمتد بداخل الحبل الشوكي. ونلاقي اصغرهم عندنا هنلاقي في الفقرات، اصغر الفقرات عندنا هنلاقي الفقرة اللي هي رقم 24، تمام كده، 24 هتبقى اصغر الفقرات في القناة، وبعد كده تبدا يتفرع عندي ويطلع عندي القناة اللي ممتدة في القطع العظمية. احنا بنتكلم عن فقر، تمام كده، لكن بقى بالنسبة للمنطقة العجوزية هتبقى قطع عظمية، هيبقى برضو فيها قناة شوكية او عصبية في البداية، وتبقى بعد كده عندنا السمك بتاعها يقل، لان هيكون عندي في ضفيرة عصبية بتطلع في الجزء ده. عرفنا الثلاث مجموعات الاولى متمفصلة اللي هي الفقرة الاولى والثانية والثالثة، ده عشان حركة الرأس على النصف العلوي من الجسم على العمود الفقري. بالنسبة الاخيرة بتكون ملتحمة عندي عشان تثبت لي العمود الفقري بذات المجموعة الاخيرة الاولى اللي هي العجوزية، عشان بتتصل عندي بالحوض، عظام الحوض. في نتوءات مفصليه اماميه وخلفيه، وده بتساعد عندنا في الارتباط في مفاصل غضروفيه اللي فيها الاقراص الغضروفيه، وفي احيانا بيكون في مفاصل زلاليه زي ما عرفنا بين الفقره الاولى والثانيه وبين الفقره الاولى والجمجمه. نتوءان مستعرضان، ودول بيتصل بهم الضلوع، وهنشوفهم مع بعض لما نيجي نتكلم عن الكف الصدري. وجود غدر بين الفقرات، ودي اللي هي الاقراص الغضروفيه، والهدف منها منع الاحتكاك وحمايه العظام من التاكل.
طيب معلومات إضافية عشان بعض الأسئلة اللي بحطها بعض المدرس الأطباء أو طلب الطب اللي أصبحوا مدرسين في الفترة الحالية، هنلاقي الفقرة العنقية الأولى المعروفة بالأطلس ليس لها جسم ولا ليس لها نتوء شوكي. فممكن نلاقي سؤال عندنا بيتكلم عن النتوءات الشوكية. النتوءات الشوكية عندنا يا شباب موجودة في كل الفقرات المتفصلة. أنا عندي كام فقرة متفصلة؟ 24. الفقرة الأولى مفيش فيها نتوء، يبقى أنا كده عندي النتوءات الشوكية 23 فقط. تمام، أكبر الحلقات الشوكية زي ما احنا عرفنا في الفقرة الأولى، تمام، وتبدأ تقل معايا بمرور الوقت. النتوءان المفصلان الأماميان للفقرة الأولى يتمفصلان مع عظام الجمجمة، لأن مفيش فقرة فوق منها، فبالتالي متصل بالجمجمة بشكل مباشر من خلال مفصل بنسميه مفصل ظلالي، والهدف منه إنه يساهم في الحركة الأعلى والأسفل. الخلفية متصل بالفقرة الثانية اللي بعد منها، تمام، للفقرة الثانية، ودي بنسميها المحور، تمام، أو أحيانا بيسموها الفاهقة في بعض الكليات. بواسطة مفصل ظلال، وده بيكون فيها نتوء، وده بيساهم عندي ان الجمجمة تتحرك يمين ويسار، تمام. يبقى الفقرة الأولى بتحركنا الأعلى والأسفل، لكن الفقرة التانية بتساهم في الحركة يمين ويسار، لأن هي عمالة يعني عاملة بقى زي مسمار، تمام، بيكون في الجزء ده كده، تمام. يعني أنا عندي كده بيكون نتوء طالع في الجزء ده، فده بيساهم إن إيه، إن الفقرة تتحرك يمين إيه ويسار. طيب وملهاش جسم فقرة عشان ما يبقاش تثبيت، فبتساهم في إن الفقرة الأولى تتحرك حركة انزلاقية فوق الفقرة التانية. الفقرة العجوزية ليس لها نتوء شوكي ولا نتوء مستعرض، العجوزية العصوصية نفس الشيء، ليس لها نتوءات مفصلية أمامية ما عدا الأولى بس اللي لها مفصل أمامي متصل بالفقرة المتمفصلة اللي فوق منها، ماشي. بعد كده في مفاصل الفقرات العصوصية ليس لها نتوءات مفصلية أمامية ولا خلفية لأنها فقرات ملتحمة. الفقرات العصوصية ليس لها نتوءات مستعرضة، تمام، برضو عشان ملتحمة. لما نيجي نشيل أي ثقل لازم ننزل لتحت الأول، تمام كده، تقعد الارض وضع كرفس ساق، تشيل الثقل وتبدا ترفع نفسك زي بتوع رفع الاثقال. شوف بتوع اللي بيرفعوا الحديد، شوف نفس الوضعيه بتاعتهم. ما ينفعش ان انت تشيل وانت في وضع الركوع، غلط، تمام كده، لان كده هتضغط على الفقرات القطنيه، فممكن تكون عندي البتاع اسمه ايه، الغضاريف اللي موجود عندنا، الاكراس الغضروفيه، يحصل انزلاق، يحصل ضغط عليها من اعلى الجناب، فبالتالي ممكن تعمل حاجه تاثر على الغضاريف وتسبب مرض الغضروف. نيجي بعد كده عدد النتوءات، جاي بيقول لي الشوكية عندنا كلهم 23، 6 في العنق، ليه؟ ما احنا قلنا الأولى ما فيش فيها، تمام، 12 و5، فبيقول لي الإجمالي عندنا 23. المفصلية الخلفية 2 في عندي 7 عنقية اللي هي 2، الصدرية كل واحدة فيها 2 في 12 فقرة، والقطنية كل واحدة فيها 2 بالنسبة لخمس فقرات، يبقى الإجمالي 48. المفصلية الأمامية هنلاقي عندنا 2، ماشي، في السبعة العنقية، في الاتناشر، في الخمسة، لكن العجوزية الأولى هنضيفها معانا في الجزئية دي. المستعرضة عرفنا إن الفقرة الأولى فيها برضو نتوء مستعرض، تمام كده، 2، الصدرية 12، 5، والعصوصية الأولى فيها، تمام، فبالتالي 50، يبقى المستعرض 50، المفصل الأمامي 50، لكن لما نيجي عندنا للخلفي هنلاقي بس 48. نيجي مع بعض بالنسبه للحد الشوكي يا شباب. عرفنا الحد الشوكي بيطلع عندنا من الجمجمه، في ثقب بيكون موجود في اسفل الجمجمه بنسميه الثقب الكبير، بيطلع منه الحد الشوكي، والحد الشوكي بيمتد عندنا لحد ما يوصل لنهايه العمود الفقري. طيب الحد الشوكي يا شباب من خلال الجهاز العصبي اللي الناس اللي ذكرته قبل كده في السنين الماضيه، عرفنا ان هو فيه 31 زوج من الاعصاب الشوكيه، يعني 62 عصب شوكي طالع من الحد الشوكي. بالنسبه لمنطقه العنق بيكون فيها 8 ازواج، تمام كده، الصدريه 12 زوج، يعني 12 يمين ويسار، القطنيه 5 ازواج يمين ويسار، والعجوزيه نفس الشيء، العصوصيه بيكون عندنا زوج واحد، ودول اللي بيمتدوا عندي وبيتحكموا او بيوصلوا ما بين الاجزاء الطرفيه في الجسم، والحبل الشوكي اللي بيربط بدوره مع الجمجمه، وترجع الجمجمه تبعت اشارات عصبيه للحبل الشوكي، وعن طريق برضه الاعصاب الشوكيه يتم الاستجابه او رد الفعل. بالنسبه للاعصاب الشوكيه هنلاقيهم زادوا معانا 2. طب ايه السبب؟ لان احنا عندنا الفقره العنقيه الاولى بيطلع عندها ازواج من فوقها ومن تحتها، تمام كده، فبالتالي هنلاقي فيه 8 ازواج وليس 7 ازواج فقط. نيجي بعد كده، حدوث كسر في الفقرات العنقيه نتيجه التعرض لحادث عنيف قد يؤدي الى قطع الحبل الشوكي عند هذه المنطقه، وبالتالي حدوث الشوكي كله، اي منطقه في الحبل الشوكي شبه بيحصل فيها تلف، الجزء السفلي منها كله بنفقد القدره على التحكم فيه، تمام كده. انا حبل شوكي مثلا في منطقه الظهر، ممكن يتحكم عندي في الجزء السفلي. طب بعض الناس ممكن تيجي تقول يا استاذ، طب ممكن واحد يحصل عنده قطع في الحبل الشوكي مثلا في منطقه الرقبه، لكن بالرغم من كده القلب والرئتين شغالين، تمام، لان القلب والرئتين الاعصاب المتصل بيهم بيكون جاي عندنا من النخاع المستطيل، هي اللي بتتحكم فيها، تمام، في اعصاب من النخاع المستطيل اللي بتتحكم عندي في الجزء دوت يا شباب. طيب حدوث كسر الفقرات الظهريه او القطنيه نتيجه التعرض لحدث عنيف قد يؤدي لقطع الحبل الشوكي، وبالتالي حدوث شلل نصفي اللي هم الطرفين السفليين بس، يعني فوق لو احنا قطعنا من الرقبه يبقى شلل كلي، لكن لو احنا جينا من
منطقة الظهر، البطن، القطنية العجوزية، كل ده ممكن يأثر عندي في الجزء السفلي من الجسم. طيب نيجي نشوف مع بعض الأداء الذاتي. بيقول لجميع فقرات التالية فقرات عنقية ما عدا، طبعا احنا هنشيل اللي فيها النتوءات كاملة، تمام كده. من الفانوتات كاملة هنبقى عندنا اللي هي الفقرة د. أي الأشكال التالية تعبر بشكل دقيق عن التغيرات في حجم الفقرة، توجه تجويف البطن بالاتجاه السفلي، تجويف البطن بشكل دقيق عن تغيرات في حجم الفقرات، توجه تجويف البطن بالاتجاه لأسفل. طيب تجويف البطن يبقى احنا بنتكلم عن القطنية. القطنية عندنا عرفنا ان بتزيد في السمك، ماشي. احنا عندنا من فقرة 20 لفقرة 24، تمام، من 20 ل 24 دول الفقرات الموجودة في تجويف البطن، فاحنا عارفين ان هي بتزيد معانا بمرور الوقت، فيبقى احنا عندنا علاقة طردية فهنختار د. نيجي مع بعض عندنا النسبة بين عدد عظام الفقرات القطنية وعدد عظام العجز في ذكر إنسان بالغ على الترتيب تساوي. القطنية كام؟ القطنية 5. العجوزية كام؟ 1. لأن عظام الفقرات، ماشي، بنحسبها طالما العظام يبقى أنا عندي كده 5، لكن العجز بيبقى 1، يبقى احنا عندنا 5 إلى 1. النزول المفصل الخلفي للفقرة 16 مفصل مع، طبعا خلفي يبقى متصل بأمامي. الخلف عندنا هيبقى متصل بين الشبه، متصل عندي بأمامي. طب أمامي بتاع مين؟ الفقرة اللي قبلها اللي هي 15 ولا اللي بعدها اللي هي 16؟ هيبقى أمامي للفقرة اللي بعدها اللي هي رقمها 17. طيب نيجي بعد كده عندنا ده كده الأسئلة الخاصة بالجزء ده. طيب نستكمل مع بعض بالنسبة للجمجمة والجزء المتبقي في فيديو قادم عشان ما يكونش طويل معانا. تمنيت لكم بالتوفيق في رعاية الله، مع السلامة. نيجي مع بعض بالرقم 2 وهي جمجمة. خلاص عرفنا ان الجمجمة عندنا بتتكون من كام عظمة يا شباب؟ عرفنا ان في اختلافات موجودة ما بين العلماء بتوعنا اللي ماسكين الكتب، تمام. احنا عرفنا ان الجزء المخي 8 عظام، وده الجزء الموجود عندنا في المنهج بتاعنا، تمام. في الجزء الجبهي او الوجهي دول 14 عظمة، يبقى الاجمالي 22. هنضيف عليهم 6 سماعية بقى 28، واحدة لامي يبقى 29، يبقى دول عدد العظام الموجودين في منطقة الدماغ كاملة، تمام. طيب الثمانية متصلين مع بعض عن طريق أنسجة ليفية، فبيكون أطراف مسننة لكل قطعة منهم ومتصلين مع بعض اتصال متين، فبالتالي بيحولوا لي العظام كأنها قطعة واحدة. لكن ده ما بيكونش موجود عندنا أثناء الولادة، لما بيكون الطفل لسه مولود بيكون عندنا حاجة اسمها بقع لينة، ودي نقطة اتصال الجزء الجبهي مع الجزء المخي، بتبقى اسمها البقع اللينة، وده عبارة عن أنسجة داون، فده بيسمح بنمو الدماغ وتمدده. ده في فترة الطفولة، وكان في أحد الوضعين لأسئلة كان جايب لنا صورة لطفل لو عنده البقعة اللينة دي، وقعد يسألنا ده حالة مرضية ولا مش حالة مرضية. هو انت ما اخدتش حتى عندك في الكتاب عن حاجة اسمها البقعة اللينة، ماشي. فبالتالي وقت الطلبة بدأت تتوه فيها. طيب يشكل تجويف انا استقر في الدم ايه؟ المخ لحمايته. يوجد في قاع الجمجمة الثقب الكبير، وعرف الثقب الكبير ده اللي بيمر من الحبل الشوكي المتصل به الدماغ من الأعلى وبينزل عندي يتصل بالحبل الشوكي. عرفنا الجزء جبهة 14 زي ما احنا قلنا. عرفنا ان في عظام الوجه والكفكين ومواضع اعضاء الحس المختلفه سواء الاذن والعينين والانف، تمام. ده بالنسبه عندنا للاجزاء دي. لو جينا بصينا ده فتحتين للعين، وعندنا الانف، عندنا الاثنين الاذن، تمام، عند الفك كل ده عندنا موجود. العظم اللامي موجود اهو، متصل ايه، منفصل عن الجمجمه، موجود في الجزء الاسفل تحت الفك السفلي. عظام الجمجمه في الطفل بتكون حديث الولاده اكبر، عرفنا ان هي تصل ل 270 عظمه، واحيانا بتصل ل 300 في بعض المراجع، لكن بتقل معاه الوقت، توصل ل 206، وبتقل في البالغين اللي تعدوا 60 سنه. عرفنا ان هي مرتبطه مع بعضها بانسجه ليفي، انسجه ليفيه، وبنسمي المفصل اسمه مفصل ليفي، تمام. بيكون عندنا الاطفال عندهم البقع اللينه، ودي بتسهل عمليه الولاده، تمام، وبعض الحالات المتعثره للولاده، وبعد كده المخ بعد الولاده بيبدا يكتمل النمو بتاعه. جميع المفاصل اللي بتربط الجمجمة مع بعضها البعض كلها اللي فيها عدمة الحركة، لكن لو جينا للمفصل اللي بربط الفك السفلي مع الجمجمة، يعني هنا وهنا، هنلاقي عندنا مفصل هنا مفصل زلالي. يعني عندنا كل العظام دي مرتبطة مع بعض بإيه؟ المفاصل اللي فيه، لكن هنا الفك السفلي مع الجمجمة ده مفصل زلالي. ماشي، وده بيسمح بحركة الفك السفلي، فبالتالي بنقدر نتكلم ونمضغ الطعام. اصغر عظام الجسم اللي هو العظام السمعيه، تمام، واكبر عظمه في الجسم اللي هي عظمه ايه؟ الفخذ. العظمه اللي مش متصله باي عظمه ثانيه وعرفنا ليه منفصله اللي هي عظم ايه؟ اللم. طيب نيجي مع بعض بالنسبه للزمن ونسبه الانسجه اللي فيه. الانسجه اللي فيها بمرور الوقت بتبدا تنخفض معايا، تمام كده، لان هي بتتكون في المرحله الاولى بتكون نسبتها كبيره، وتبدا خلاص تلتحم العظام وتتكون عندي قطعه عظميه واحده، ما عادش بيزيد التكوين بتاعها، فبالتالي بنعتبره منخفض.
الزمن مع الأنسجة العظمية، عرفنا إن الأنسجة العظمية بتزيد لأن العظام بيكون أول ما اتولد 270 وتبدأ تنخفض عندنا لحد 260، فبالتالي 206، فبالتالي بيزيد نسبة الأنسجة العظمية. طيب لو جينا مع بعض أجازات، أي من المخططات البيانية التالية تعبر عن عدد عظام الجمجمة لدى كل من طفل حديث الولادة وفتاة في سن ال20؟ طبعا طفل حديث الولادة هيكون عنده عدده أكبر، وفتاة حديث بتاع عندها 20 سنة هيبقى العدد بتاعها عندي أقل. تمام كده؟ طيب هنختار إيه يا شباب؟ هنختار إن الطفل حديث الولادة يكون هو أكبر، فبالتالي هيبقى عندي هو الوحيد الأكبر اللي هو ج، لما هنا متساويين هنا أقل هنا أقل لا يصلح. الجزء الهيكلي المسؤول عن اتصال أجزاء الجهاز العصبي المركزي ببعضها البعض. تمام؟ طبعا احنا كده بنتكلم عن مكان اللي بيتصل بيه المخ بالحبل الشوكي، فيبقى الحلقه الشوكيه، لا احنا يعني كده الحلقه نفسها، عظم اللي ملوش علاقه، الثقب الكبير ايوه هو ده الموقع، والمخيخ لا ده جزء من الجهاز العصبي المركزي. وجود الانسجه اللي فيه بين عظام جمجمه الجنين يعمل على الانسجه اللي فيها تعمل على تسهيل الولاده. صح ماشي، بتخلي الانسجه دي تخلي الجمجمه بتاعتنا تبقى العظام منفصله عن بعضها البعض في اثناء الولاده. تهويه الانسجه الداخليه للمخ، مفيش تهويه عندنا في الجزء ده، احتمال نمو المخ بالذات بعد الولاده مظبوط، الاولى والثالثه هتلاقي عندنا يبقى دال. نيجي بالنسبه رقم 3 هو القفص الصدري، وعرفنا القفص الصدري بتاعنا بيتكون من 12 زوج من العظام، 12 ايمن و12 ايسر مع عظمه القص، يبقى كده 25. احيانا بيجي لي سؤال يقول لي هيكل الطرف العلوي كام؟ الهيكل نفسه يبقى انا دلوقتي هزود عليه من 12 الفقره معانا، يبقى 25 و12 يبقى 37، هيكل القفص الصدري. انما لو بتكلم عن قفص صدري بس يبقى 24 زوج مع واحده عظمه القص. ممكن يجي لي الصوره اللي قدامني يقول لي عدد العظام في الشكل اللي قدامك كام؟ يبقى انا دلوقتي عندي كام؟ هقول له والله انا عندي 24 زوج، 12 زوج او 24 عظمه او ضلع مع واحد يبقى 25 مع 12 اللي هم الفقرات الظهريه يبقى كده 37. تمام 37 38 الكتف، 39 الترقوه، 40 41. تمام كده يبقى الشكل قدامي فيه 41 عظمه. تمام لو حبيت كمنظر قدام عارف ان هو علبه مخروطيه عشان بيكون عندي رفيع من اعلى ماشي او مدبب من اعلى نوعا ما، وبعد كده بيزيد معايا في السمك. عرفت ان هو متصل من خلف ب 12 فقره اللي هم رقمهم من 8 اللي هو بعد السبعه العنقيه لحد 19 اللي هي اخر فقره. عرفت ان هو 37 عظمه، القفص الصدري كامل بالعظام المتصله به من الفقرات، 12 زوج من الضلوع وعظمه القص بالاضافه ل 12 ضلع. جاب لي تعريف عظمه القص، عظمه مفلطحه ومدببه، وعرفت ان الجزء السفلي منها بيكون غضروفي متصل ب 10 ازواج الاولى من الضلوع. لو بصينا ال 10 ازواج الاولى متصلين وفي اثنين عندي عايمه. بنيجي نتكلم بقى في اتصالات الضلوع، قسمناهم عندنا والله في ضلوع حقيقيه وضلوع غير حقيقيه وضلوع او نسميها كاذبه وفي ضلوع عائمه. عرفت ان هم الاولى بيكون عندي ال 10 طول اكبر طولا، ده بالنسبه للطول والايه والعائمه، العائمه قصيره لكن دول طوال. متصل عندي من الامام والخلف، من الامام بالقص ومن الخلف بالعمود الفقري والفقرات. تمام، وارقامهم من 8 ل 17 بالنسبه للفقرات المتصله بيهم، لكن بالنسبه للعائمه مش متصلين بالقص من الامام، من 18 ل 19 اللي هم الفقرات المتصلين بيها. بالنسبه للضلع عرفنا ان هو عظم مقوسه بيكون عندي متصله بموقعين بان طول مستعرض وجسم الفقره يبقى لها موقعي اتصال ماشي مع الفقرات. تمام، الضلوع عرفنا ان هي بتحمل قلب ورئتين، في نفس الوقت لها دور في تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. حركتها الاعلى والاسفل ده بيزيد من دخول الهواء اثناء عمليه الشهيق والتقلص بطرد الهواء في اثناء عمليه الزفير. عند انقباض عضله الحجاب الحاجز اثناء الشهيق بيزيد الضغط لما تنقبض. تمام، فالضغط في جوه بيقل فبيبدا الهواء يدخل، لكن العكس لما تنبسط العضلات الضغط يزيد على الرئتين فالرئتين تبدا تضغط الهواء للخارج. لو اتصل كل الضلوع بعظمه القص من الامام ده طبعا هيبقى فيه صعوبه في التنفس لان عندي لو اتصلت الضلوع كلها طبعا هيبقى في عمليه الشهيق والزفير هتبقى صعبه. تمام، لان الضلوع كلها مش هتقدر تتحرك بحركه حره او انسيابيه. رقم الضلع رقم زوج الضلوع يبقى زائد 7 يدينا رقم الفقره. تمام، السبعه دول العنقيه، يعني انا مثلا لو قلت لك الضلع رقم 5 يبقى كام فقره او الفقره المتصل بها، هتقول لي 5 زائد 7 عنقيه يبقى 12. على العظام المتصله بعظمه القص عرفنا ان هم 22، 20 ضلع مع 2 ترقوه. لما هو بيقول عدد العظام المتصله، عدد العظام اللي زي دي يا شباب، انا عندي 10 ازواج 10 يمين و10 يسار مع 2 ترقوه من ايه؟ من راس العظمه بتاعه القص،
فبالتالي يبقى احنا دلوقتي عندنا 22 عظمة متصلة. تمام، عدد الضلوع المتصلة يبقى بتكلم عن الضلوع بس يبقى 20. الضلوع سميناها حقيقية وكاذبة وعائمة. حقيقية من 1 لـ7 لأن دول اتصال مباشر، لكن الكاذبة من 8 لـ10. لو جينا بصينا عليهم هنلاقي من 8 لـ10 اللي هما دول التلاتة دول هلاقي اتصالهم مع السابع. ماشي، أهو من 8 لـ10 8 لـ10 دول متصلين مع السابع ومتصلين بعظمة القص. العائمة طبعا 1، 11 و12 ودول مش متصلين. نجمع بعض بالنسبة لرقم 14، جاي بيقول لي النسبة بين طول زوج الضلع 7 وطول زوج الضلع رقم 11، مين أطول 7 ولا 11؟ 11 اللي هو العائم قصير. تمام، و7 هيكون عندنا طويل. لا، يبقى 7 أطول، يبقى 7 عندنا هيكون أطول. تمام، فيبقى دلوقتي لو جينا مثلا قلنا ده وليكن 20 سنتي وده 10، يبقى أكبر من 1 ولا أقل؟ هيبقى عندنا نختار من يا شباب، أكبر من 1. طيب، جميع العبارات التالية صحيحة عن الضلوع ما عدا، كلها صح عن الضلوع. مستوى الجزء الخلفي من الضلع أعلى، الجزء الخلفي أعلى من المستوى الأمامي. تمام، مستوى الجزء الأمامي من الضلع أعلى من المستوى الجزء الخلفي. مستوى الجزء الأمامي من الضلع أعلى من المستوى الخلفي. طيب، الجزء الأمامي أهو، يعني هو جايب الصورة هنا موضح الموضوع ده، ده الجزء الخلفي وده الجزء الأمامي. تمام، فالجزء الأمامي من الضلع منخفض عن الجزء الأمامي، يبقى الخلفي أعلى من الأمامي، الخلفي أعلى من الأمامي. ماشي، مستوى الجزء الخلفي أعلى من الأمامي. طيب، هو بيقول له كله صح ما عدا. ماشي، يبقى دي صح. هو بيسأل هنا عن ما عدا، فدي عندنا صح. طيب، مستوى الجزء الأمامي من الضلع أعلى، لا ده غلط. الكسان في تكوين خلايا الدم الحمراء صح. عظام مسطحة تحتوي داخلها نقاع العظام الأحمر صح. طيب، نيجي مع بعض الرقم 16، جاي بيقول لي غضروفي زوج الضلوع الثاني يقع في مستوى الفقرة رقم كام؟ زوج الضلوع الثاني. تمام، الغضروف بتاعهم بيقع في مستوى الفقرة، طبعا هيبقى فقرة أقل من الثاني. تمام، طيب مين أقل من الثاني؟ يا ترى يبقى مين؟ 5 ولا 7 ولا 9 ولا 11؟ ده محتاج نشوف الرسم. زوج الضلوع الثاني، زوج الضلوع الثاني، ادي زوج الضلوع الثاني، عايز المنظر جانبي، ادي واحد ادي الثاني. طيب، لو احنا قلنا ده الفقرة، ده نازل تقريبا للرابعة، وده تقريبا ممكن الخامسة، تقريبا هيكون في مستوى الخامسة. ماشي، يقعون في مستوى الفقرة رقم تقريبا الخامسة، ده عايز منظر جانبي ومفيش عندنا اي منظر جانبي ده. تمام، فتقريبا دي الخامسة. طيب، نيجي مع بعض رقم 17، في شكل مقابل أي الأجزاء المكونة للفقرة الظهرية الموضحة تتصل من خلالها الفقرة بالزوج الرابع من الضلوع والقاف الصدري. طبعا احنا عرفنا ان هي بتتصل بجسم الفقرة، ماشي، وبتتصل بالنتوء المستعرض، فيبقى عندنا ان جسم الفقرة والنتوء المستعرض، يبقى احنا بنتكلم عن 3 و2. تمام كده، 3 و2. نخلي الهيكل الطرفي مع بعض للفيديو القادم حتى ما يكونش الجزء طول معانا، وبرضه نبقى نشوف الأسئلة اللي موجودة مع باقي الأجزاء. تمنيت لكم بالتوفيق في رعاية الله. مع السلامة.